ماشي وين ماشي وين ماشي داري نحط فاهي راه متجنني من النهار مش تجنني متجنني كي راكم نسكر على بكر هي وين حطت يا زاو يا زاو زاو عجب ما عادش تسمع اش فما بسم الله الرحمن الرحيم داخل لي هاش دكتور ما غادي بكره تعيط اش فما تما ما فما شيء ما فما شيء راهو مش تلهي بيكم راهو واش بيه بيكم طال نوريك كيفاش ما واخدي اش فما هذا ولا بير واش كلها جرتك جرتك كل حاجه كلها جرتي دي بلا سيني وين واحد علاش تو تقولي فهمني صح انا فهم من فهمت منك حاجه ني السبت السبت والحديده واخدي واش لو جا السبت قلت لك السبت وين اما سبت زاد فهمني انا مش تغلق وتروق اليوم بالحق تغلق وتروق خليت على الجيران وخليت عم عاري ولادك انت ما صالحك انت ماني عارفه هو كيفاهمني شنو هي الحكايه السبت ولدك السبت بتاع ولدك لا مش على السبت بتاعته نجيبهم سبت ولدك ها ما انا مش ناوي فهمني خلنا نفهم منك الحكايه شوفي يا سبت شوفي يا سبت انت تقول ايش فهم علاش تلوج على السبت الوقت تلوج عليها وش بك غير بابك كيف كان بتاع طنا بابك حتى نقول لك كيفاش اختار تربيتي ها مش بكش هو طيحت لي قلبي يقول ايش فهم ولدك يا لالا ولدك ما بالكش ها ولدك ضايع ها ضايع وين مشي وين ضاع نقول ولدك ضايع تقول لي وين ضاع ولدك ضايع ما تعرفش معناها ولدك ضايع اش فما اش بيه وين مشي ضاع وين مشي ندبهم طو نندبهم طو نضرب راسي على حيط طو ولد ما قاعد يمشي للقرايه ولدك فاتع من القرايه نهار مبروك نهار مبروك ولدي مثبت وشك مش صحيح زيد طبط وسع بالك ولدي مش راه ماشي لا يقرا ولا وين يمشي كذبت عليك كذبت عليك ها ها كذبت عليك اسمعي اليوم ما تغلب على راسك وراسك يا ولدي تهبط روحك الطفل كل يوم بالكرتابه ويقول لي ماشي نقرا كل يوم خارج بس انت ولدي دلالي زيدي دلالي وزيدي حلي لا عليا زيدي دلالي طو المدير عرضني قدام الناس غاديك ها كاين من فرقني عليا اش بيه المدير زاد اش بيه قال لي ولدك ثلاث ايام ما جاش مبروك زاد هذا اي لعب ولدك مش قاعد يمشي يقرا لا وين يمشي زين؟ هذا نقول ونعرف عليه انت تلفيني هذا نقول لك كيفاش اليوم نهارك ونهارك اليوم شوفي يا عسل شوفي يا عسل شوي برك سبت تلوج عسل بس له حبيت تضرب بالسته تو وسع بالك برك بشوي مو بالسياسه كي يجي يفهم منه كلمه بالطريق بالطريق يفهم هذاك بالسياسه يفهم عجبات الصح عجبات بتد تو نقول لك فيه مال ني يسرع فيه هكا ووقف لي مدير ني تعرف قديش 15 عام وني نقرا معلم ما وقفش حتى بابا اللي هو وقفني المدرس هاي فارغ الاستاذ مكرفين وغايبين ودير ماشي جاي اش فما ولد وزير حاجه اخرى ولدك كره القرايه درتو مدرسه دي ما حاش يحب ومكان ما مشاش في القرايه تو بدهم يقروا في بلاصه اخرى هي عندي ما هي الفلوس هاديك بالرقبه هنا كان باش ناكلوا باش نمشوا نقروه لبرا هذا خير ترى وين البرا وعندنا مدرسه اخرى وفما من نقروا نحطوه في المدرسه القرانيه شنو شنو نحطوه في المدرسه القرانيه والله روح نتفالك بها كان نسيت تعاود هاي الكلمه هاي هذا خير طلعه بنتي لا حلو لا حلو مازلنا نسرو لا مازلنا نسرو هاك تشجع فيها مالك يا لالا ها على الاخر عمي ودي عدوا على الفحص لا ربحنا ربحنا ياسر اما فحص زاد مش عدوا على الفحص مال شنو يا انت مالك وانت مش فحص المدرسه القرانيه في الرقيه مش في الفحص في اللي تخلوت زيد ولا ستوكيه ضربه عندك تنار شيء نور حد هاك تد فيها يا بنتي خمس تربلين ولا شيء خي تحب الجيران يقدروا يضحكوا علي تحب تخليني ضحكه ليه ليش شي خليش بتفي عاد البلبول ولا البلبول ولا تسمع ذا خليش بتفي عاد خليش بتفي نوع الضحكه هنا ولا عاد في الكلاب زي وروا فيه وولوا كذا ها هذه ما عادش فاهم والله ما وانا ولدك ولدك وانا اودي باش ما تعرفش تضرب السبت شبين ولدك وانا وانا اودي باش فاي خل جيت او جيت ضبط فاهم جيت طب قول لك جيبي طب جيبي والله اليوم يا هوي يعني الراجل مهبول يا خويا يا خويا يا كرام شتو جاب طب اودي وسع بال زين بلايات ري زين بلايات هات انا جاي باهي باهي دعس والله العظيم يا ما رجع القلب يحبيني على يني يحبيني على يني ها وين كنت بابا وين كنت فهم بعدين فت من السؤالات هذيا ليش تضربني وكاو هذاك اش مزيان بابا كاين في الدنيا لا مش عليك والله واحد فيكم كلمني خليكم الدار وانا جايه احليني يا الطفل كي ضبع كهبل
اخي قولي قولي ما تمشيش تقرا وين تمشي وين تمشي يا ما تحبي تفهم ولا ما تفهميش القرايه ما عادش فيها حكايه فارغه ولات على الحيط نهار مبروك زاد المدرسه ولات حكايه فارغه قول مالها المصاريف الزنكه اللي نصرفوا فيها عليك تقرا في اليوتيوب نتاع المات ب 50 والفيزيك ب 40 وسخط وتبش على راسك وتقولي القرايه ما نحبش نقرا ما قلت لكمش اصرفوا كان عطيتوهم الفلوس مش خير انا حرقت تحرق وين تذهب يعطيك حرقه ان شاء الله وين تحرق يا ما حكايه فارغه راه قعدنا داخلين خارجين داخلين خارجين ما فاهمين شيء ما هاك تمشي تقرا في اليوتيوب وليدي علاش هاك تعذب في هاك تقرا في اليوتيوب يما الاستاذه وافقولهم على تسع نقاط وحنا عندنا نقطه برك ما وافقوش على يا عجبكش تو نقطه شني تو حطيتوا انت عندكم نقاط خلونا نهجم من البلاد وانا نقطه الكره ما بينات يا حبين عليا يا حمله قولي وين تمشي كل يوم وين تمشي دينا مش ورا اللي سي نلعبوا نلعبوا تلعبوا فرق حزين في جاني عرفت ما فهمت تلعبوا ها في ريحتك من الدخان تعلم في الدخان راح تتكيف غادي يا حبيني ها يا حبيني يا حبيني ها وجاني يا هاو النقار هاو جاني هاو جاني ويا حبيبي ها هاو جاني واه بسم الله الرحمن الرحيم واه 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 ما تجي ها حبيبي والله تمسي خليكم من الدار ونهش جاي خوفي واه حبيبي واه حبيبي انا سايبه سايب انت سايب ليه بابا سايب ولا هو اللي سايب صرف عليك دم من قلبي ها وبالاخر تف تعلم لي الدخان ها تعلم لي الزكله هذا خل طلع شنو الزكله زاد شنو الزكله القينا بالهندي القينا بالهندي الهندي خياك الهندي عاد تبي ما كتبتش من بطاقه صباح العصمه بنت بلع على روحي على راسي ووه كلهم كتفل ها ها دم قلبي صرفت عليك ما خليت ما خديت ها صبادري جيني الكتب الادوات قبل البريك وفي الاخر مش تقرا يا بابا راه الضرب ممنوع الضرب ممنوع انا عندي حريه الاختيار مش شنو قالوا الكره ما بينات وقت اللي يحبوا رشعونا الاعداد يرشوا وقت اللي يحبوا يقرونا يقرونا وقت اللي يحبوا عدونا دفورات يعدوا ما نقدروش احنا نتعنى داخلين خارجين داخلين خارجين ما فاهمين شيء انت كون اللي كان فيا الاولاد بدهم يحروا فيا للولا عكوشة نضرب ها ولا تبقى هذا تو ها ترى عندك قبل بشوي انت يا احمد ربي ما تعلمش نحربش يا بابا افهم راهي الزطله ما عادش ممنوعه بحياة راس البيش شنو الزطله هذه شنو راك حسيت الزطله مخدرات يا زهو نهار مبروك يا زهو ايه ولدي ايه ولدي كي تروح مخدرات روح على روحك ها هذا نقول لك كيفاش المخدرات كيف قلبي قلبي زهو قلبي زهو شبيه شنو ما توديش يا زهو فيك يا زهو فيك انا حد السب يا زهو يا حبيني على زهو يا حبيني على اليعقوبي يا حبيني على الشاهد يا حبيني على الوزير يا حبيني على الباشي يا حبيني على تونس يا حبيني على تونس يا حبيني على تونس يا حبيني يا حبيني يا حبيني يا حبيني دوخ يا اخي انت دوخ شنو قاعد نخضر فيك يا زهو يح يح بيني على التعليم يح يح بيني على زهو يح يا الله شو نقول يا زلمه يح بيني على زهو يح بيني على التعليم ها واخدي شبيك زاد زاد هيش عليا البولابيز على شتوج شبيك شبيك ديك نار ثلاث مرات ريت حرك يديك ترى يدي يدي ترى اي ها ها بالك تعال نحطوها في المدرسه القرآنية فيش نحطها المدرسه القرآنية تحت على راس مش انا ما ادري شوي ما ادري شوي ضحك من هنا قال خليك عود كمل شفتك قلت عليا ياسر انا مرتين والله نفسي خليكم تدارون الجاية والله مش محتار والله مش محتار خلعني مش تعاود انت خبطوا والله عرفت هو يضرب وانت شد الست عملها والله نسمع فيها في البيت زي او كلمي سايب الست مش حابين تحت تحت معا ايش بدي السبت امشي هذا ايش بدي نتيحة برشولي شيء خاف من هذا زي زي هرب هاي من القرية هرب هاي هرب 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 هرب
وطنك مبروك. عاجز. شنو الكوميرس؟ الحمد لله لاباس. هو الكوميرس نتاع الجبن والحليب والرايب في رمضان تبارك الله مسلي عني بي، معناتها العباد تشتهي برشا. صحيح صحيح، كلامك صحيح. نحن مش معناتها سيزونير، نخدموا عام 12 نحن فيها. في المحاضرة السلام نص نهار تجي العباد اللهم صل على النبي. فهمت كيفاش؟ لا سيستم اخر، سيستم اخر ووقت اخر، نوليو نحلوا صباح بكري، فهمت كيفاش؟ نوليو نحلوا صباح بكري، يا رحم والدي، سي صار صحيح صحيح. هكاك السيستم. عندك البلد. فهمت كيفاش؟ لا سامحني فهمت كيفاش؟ اسمع فيك، اسمع فيك. تبدلت سي نورمال، ما عادش كيف ما عادش كيف قبل راولي. سمعنا بالله دقيقة حاجة نصور دقيقة بركة حاجة لحظة بركة ما عادش يشري كيف قبل الموت كان ياخذ مطالب زايد قبل تولى ياخذ دوبو دوبو معناتها نهار ما يا حاج دقيقة دقيقة حاجة لحظة بركة حاجة كمل ونصور رسمك سمعنا دقيقة يا حاج البن عندك البن وين البن؟ البن باكوات ثبت وجهك ما تعرفش البن يا حاج تو هيك اي نعرف البن ما هو شنو ما تعرفوش البن يا حاج ايش ماك وقت وتصبيه لا صلى على النبي تو حنوطه دين تاع بوكوت وي انتم تو مثلا تو على كلام الحاج فهمتني فما راهو اللي يبيعوا في البن سمح فما شكون يبيعوا في البن خويا على كلام لا فما عباد راهو تخش الحقيقه موجود 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 نحن راهو عنا مش راهو عنا عام ولا اثنين سمعتها خلينا نشوف البن نتاعك وقت ما يفيقش قداش ليتر؟ قداش ليتر البن قداش؟ 1850 1850 1850 يا حاج 1850 1750 1850 خذ ليتر اعطيني تفضل لا لا واجب مش عاد بكذا باي هي ما يزال مش عاد هاي اه والزبدة هاي باي وين الزبدة؟ لا مش عطول لحظة بس يا باشا تعرف الزبدة لا لا حط لي الزبدة قبل البن لا لا زبده قبل لا نحب الزبده قبل هاي هاي بالله تضرب لا تحسبني ها اوكي تضرب راجل كبير ها البل بيش نبيع لك؟ يو كيفاش باش نبيع لك؟ كيفاش نبيع لك؟ دور تحب تدور يا برج هذا كيفاش تدور بيه؟ هذيك دليعه؟ لا؟ اه من كبير؟ حب بطيخه هاك بطيخه هاك دور شنو ندور؟ ها
بطيخة؟ ايه بزلك بطيخة؟ ايه بزلك بطيخة. انت تبيع فيها بالكعبة 1200 ولا الكيلو؟ الكيلو ب 1200 عادي. مش بالكعبة 800 2800 شنو 2800 الكعبة 2800 2800 بتاع واش؟ بدي ب 1200 كيلو. ها ب 1200 كيلو كيلو 800 ها 800 يا بابا كيلو ب 1200 الكيلو ب 1200 ما سمعت امي الكيلو ب 1200 الكيلو ب 1200 تضربه عربي أه؟ الكيلو ب 1200 عيب عليك عندك حشيش رمضان مش كاميرا كشيمة هنا في المنطقة متاعكم الأسعار إقبال متاع المواطنين والله شو لك بالنسبة لقبيل المواطنين تشوف يقوسوا مع بيسوا في متناول في متناولها معليش ليه يجوا ياخذوا يجوا يقوا حاجة بيج كيفاش عندك الكيلو دلاع؟ 500 كيلو دلاع مش غالي شوية على المواطن الزوالي كيف؟ نفس السومة نتاع مارشي الجرو فاش؟ نفس السومة نتاع مارشي الجرو مارشي الجرو فيه أقل تلقى فيه أقل مش قلت لك أقل الخس 400 بو 700 بو بقل من مارشي الجرو فهمتني؟ قلقونا بدينا في طيحوا هنا فهمتني؟ وخذينا فيها رخصة تو مبدئية وإن شاء الله خويا ربي يوفق. باهي ناخذوا مواطنين معانا باش يحكيو لنا شوية على الأسعار. السلام عليكم. قول عمي نار أخويا ومسمار. كيلو البطاطا الدينار كيلو الفلفل بالفين يا حسرة على الزين يا حسرة على الزين يا بابا رانا تو حتى مع بن علي كان كانت خدمة غلاء في المعيشة على انت كنت المواطن التونسي كان غني مع بن علي وتولى فقير كان يخدم اما كانت الخضرة رخيصة كان كيلو البطاطا ب 300 فرنك لازم الاول فما خلينا دقيقة بركة تو الدنيا رخيصه شنو شنو لا لا الدنيا رخيصه انتم ترغوا انتم قاعد ترخي يا كاس لا 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 كيفاش رخيصه كيف غير انت ترخي بركه الدنيا رخيصه قدامكم والله الدنيا رخيصه فهمتي ولا الفلفل الفلفل بالفين رخيصه الدنيا بتستعرب بالله ايه ودي ايش فيه هذا وين رخيصه وين رخيصه رخيصة كيلو البطاطا بدينار وب 1200 بدينار اللي بقد ايه؟ وين هاو قدامك الفلفل ب 2000 فرنك وين ب 1400 ب 1400 غير رخيص 1400 1400 رخيص سايب عليك 700 اللي عنده عائلة لازم زوز كيلو علاش؟ مالك شنو؟ كيلو البصل ب 700 كانوا بسلب 700 بارا سايب عليك تحدث على خضر مش بليش أما غادي كسوم ولهنا سوم ولهنا سوم هذيك شنو قديش ما كاينش هذا بي 1400 لقيتو ب 1400 الفلفل هذا بي 1400 ب 1400 ب 1800 ولا ب 1800 ايه مش غالي كي لعب بطاطا انت قلت لي ب 1400 ايه قلت بدينار وب 900 ايه ب 700 قدره غالي جيت عملت له شو هنا هنا سلعه غالي غالي ايه بالطبيعه 700 يا ودي كي اخي شعني شوي يا ودي بلاش تحب 700 شوي هي كانت ب 300 و 400 البطاط هي كانت ب 300 و 400 البطاط يا ودي قبل نحكي لك كانت ب 300 و 400 علاش لوج عليها قبل من مرشي القرو والله العظيم مرخص من مرشي القرو والله العظيم نمشي ناكل اسمعني علاش في تونس قديش تبيع فيها طماطم قديش تبيع فيها طماطم اي قديش تبيع فيها قد ايه 300 يلوح عليك اقسم بالله ب 300 هاي ب 300 لا خاطر تزيدو هاك تخلي فيه هاك غالي عندك في الناس هاك غالي انت في الناس ما قالوا لك شي هاك غالي في الناس قالوا لك شي هاك تغير تبيع فيه حرام عليك باش تعمل مشكله لا مشكله يا عملتها مشكله اسالني جاوبته بعد المركز
فيا؟ انت ما عمري مريتك، انت اول مره نشوف. انت علاش دز فيا؟ انت جاي باش تاخذي ولا جاي باش تعمل مشكل؟ جاي باش تاخذي ودزني. هات تفضل بابا مرحبا. هات برالو 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 كلمو ترى. كلمو شو سمعين فينا نحن؟ برك كلمو. هي هك دز دز في صدرك علي. دوني نعطيك واحدة بالله. اي نعطيك واحدة. تعطيني. هذه مرشي الجروب سبعة. وين ارخص؟ هنا يا عليه ما تناقش فيه انت. وعلاش تعمل له في مشكل؟ يا ايش بيك يا تناقش فيه؟ يا هاك تناقش فيه انت. يا ناقش فيا وتقول لي ارخص وتقول لي غمزة. يا هاك توك ما انت علاش تقول لي غالي؟ قلت لك ايش غالي؟ نعطي ناخذ في رايكم ناخذ 700 غالي. يا هاك انت تتلكش على بيت برا. قلت له رخيصة. يا ولدي برا يا ولدي برا امشي بعدنا تتلكش على الراجل انت. انت برا بعدنا. يا ولدي كلمني. انت برا امشي بعدنا. انت برا بعدنا. انت برا بعدنا. انت منين جيت؟ انت منين جيت؟ اوك يقول لك الكيلو تاع بطاطا على بنفسه ب 700 فرنك ولا 600 فرنك هاك ولا 600 فرنك انت كي مش تخلص في التيفي ما بعدش كي نشوف ما تلقاش 600 تكلفك 630 640 فرنك شنو عندك في ربح؟ عندك في 130 فرنك 130 تاع نهار كامل ولا 130 فرنك تاع قدات ما تما 800 فرنك والفلفل قدات يا ولاية بكله وش ولاية واليوم اثنين كما قالت اي عاد ايش دخل اثنين في ثلاثة شنو نعمل لا يا شنو نعمل طيشوها تعطيني انت هذا هذا مش بيحوا لي ب 1800 هذا هذاك لا هذاك ب 1800 انا حيها ايه بيع لك الاخر ب 1800 كله خامش هذا طماطم خامش هذا كله خامش هاي طماطم هاي هاي طماطم هاي مش شعاون ياكل زمان شعاون ناب وفرزه مضروبه كلها مضروبه يا بنتي وين مضروب كله عايش كله حي مضروبني يا عبد الله يا عبد الله مضروب شفتيها شفتيها طماطم سيبها تبرش فيها خليها بالك ومالك طماطم مش ناخذ طماطم دابا شبه هيجي الناس تفرز مش ناخذ طماطم مش تفرز المضروب ها من ناحيه باش ما تمشي عندك ليو يا اخي مضروبه ليه وخليها؟ وخليها وكي تجي الكعبه في وسطهم. شكون قال لك باش تبرز الكعبه لابس عليها؟ باش تبرز الكعبه يا حاج وبعد انت كي تبدل الكعبه المضروبه وتحكي. ما عنديش صندوق بجنبي انا هنا. كنت قدامك. يا شبيك شو من نفرز على كيفي هنا. ايه يا اخي تبرز المضروبه مش تاكلها انت يا. هي تسالني انت. يا شبيك شو بها ال 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 طماطم اخذ لها كيفي. كيفاش؟ شوف طماطم. يا ولدي مالك ومالك هذيك. انت تحب لاحظت اللي معناتها السلعه ماهيش جاركم وخذاركم يبيع السجاره يبيع السجاره خذيت من عندي خذيت من عندي خذيت من عندي
هاي يمشي يمشي يمشي. والله خايف منها المشي هذه. هذا يقدر خير وقعه. فرصة فرصة جتنا. قابل في الرئيس ديما انت. جات ربي جاتك فرصة باش تدوش. اسمع باهي الريحة بتاع فيوحة شوف طرفان. ريحة تكوخ. نتاع نسية هذه. شنو نتاع نسية؟ نتاع نسية ريحة تكوخ. منين جايبها هذه؟ جايبها. تاخذها ب 2000 فرنك معبة. ضربولي عليها الناس الكل. شد هذه شد هذه. جرب حط برفان هذيك. ونسية هذه. حط البرفان وجرب. شنو هذه؟ شبيه؟ طعموطة هاي. طعموطة. ولا احنا حيين. امشي يا نقار يمشي معاش وقت. احنا حيين. وهذه فرصتنا. لازم ما نضيعوهاش. فرصة ها. فرصة. فرصة معاش باش تعمل. الرئيس راه مش قبلوه. هذا لا معتمد لا وزير لا والو. الرئيس كان هو قضى لنا شغلنا رئيس. ما اكثرش من الرئيس ها. من العين تو. اسمعني. شنو هذا؟ شنو؟ مش دارو شبيه؟ شبيه كابوس؟ رانا مشينا على قضية كبيرة راه، أنا في المعطلين ورانا. هي شبيه؟ ضحي شد يا ودي خلي شوف الرئيس يشوف الواقع بتاعنا، أخي معطل على العمل منين جانا؟ خلي شوف واقعنا الرئيس. شنو؟ نحن معطلين احنا منين جانا؟ معطلين أخويا عنا همة، شنو معطلين هذا كابوس شبيه؟ شبيه؟ ما كانش هو تمشي واحد. شبيه كابوس؟ شنو شبيه؟ هذه شدها شدها، هذه الفلوس هذه، هذيك على الأقل. منظرها محلو هاو. هذي هاي تاع مصنع القنوات ولا شنو؟ إيه مش فاهم تاع يقول لك سارقين الرئيس باش تعرف الفساد. لا 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 شد هذا على الفساد. طب القابلة هذيك القابلة. هذي قابلة شنو فاهم الأخ تاع القنوات من تيك؟ شنو خايف منها؟ يا ودي خلينا بالكبوت هذا الرئيس متواضع، الرئيس متواضع ما يلوش. يا ودي في بالي بيه متواضع توريني تو أنت فرحان. إي ما غير وين؟ أما الناس اللي تحت الناس اللي تحت ما يخلوك تعدى. تربتينا خمسين لعبة هي. لا شنو مسربسين أما زعما ندخلوا. زعما ندخلوا طول. إي ولا حتى نحرق. ولا أنتم شي قلتوا باش تدخلونا من الباب. إي ما أنا من الشباك بتاع من الباب. إي لا معناتها ناخذ باش يدخلونا ويعطوني زعما. الله يسترنا. هذا الواحد قاعد على 50 راهو. هذا بصراحة فرصت. ولا 50 راهو يسترنا برك. لا خويا احنا نمثلوا المعطلين ما هو تحبوا المعطلين شكون يمثلهم احنا نمثلوا نحكم معاه برجولي. بصراحة انت قاعد على 50 ولا رفضت على 50. دخلونا من الباب. خي ما انا باقي تعاود فيها منين باش ندخلوا من الباب منين باش تطيشونا. اسمعني بطاقة التعريف بتاعك ما تنساهاش. بطاقة التعريف. والباسبور. بطاقة التعريف عندي نسخة. شنو نسخة؟ والله ما تبيك النسخة، وباسبور زادة، ليه باش خارج البطل معطل على العمل. يا ودي الباسبور بتاع الترقية. ترقية؟ هاي. وهاكا خرطلة هذه، عندي الفرنت وما في بالكش بالحكاية، عندي الفرنت يمشي قد الواحد. شد الفرنت. تو نتسلفوا فيه، تو نتسلفوا شوف الكبوت مقطع. تو نتسلفوا فيه المشكلة هي. اسمع 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 نقول. هاو تو واحد. لازم ننبك، راه مش كل عام هني نقبل في رايز. هاكا رعشان ليه. ما ضلاش طول عشان قدام الرئيس. لا انا نرعش انا بحول الله. اسمع تكلم معاه وحده وحده وكذا وماذا بيك طيش لك كلمات عربي فصحى راه يحبوا العربي فصحى. اي نعم حضر لك كلمات زاده بالعربيه فصحى باش نبدا نجلجلها طول. جلجل اسمي تقول انت تخليهاش تقول. احنا لازم نشرفوا المعطلين. والله بالحق اقسم بالله بعثين وكذا مش نقول لها. حضر له كلمات زاده في الصميم. شو نقول له؟ جئناك مستضعفين. جئناك مستنصرين. جئناك مستضعفين. باهي 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 زيد ماذا بيك ديما زيد زيد. جئناك يا سيد الرئيس. جئناك لاجئين. لاجئين؟ هكا؟ في افغانستان هي لاجئين؟ تحبوا بالعربية الفصحى بالعربية الفصحى. يا ودي اللي صار فينا احنا أكثر من افغانستان. شو عندك فيه؟ أنا مش نجلجلها بالعربية تو نقولوا. جئناك يا سيد الرئيس. جئناك مشردين. ما تعيطش عليا ما تعيطش. جئناك هو يعيط وانت تعيط. يا سيد الرئيس جئناك عاطلين معطلين وحطمين. جئناك منكوبين من هول ما رايناه يا سيد الرئيس. بيه. قالوا لنا ان لكم في الحبشه ملك لا يظلم عنده احد. الحبشه نتاعك
تي يا ديما ولا لا القص غرق اجبر في الحب هو يحب الفسحه يا حنظله شكون حنظله هذا يا ودي انا مش نقول لها اسمع انا نقول لها شو يرى حنظله يحب التاريخ ويحب بس انت تقول لك شو يرى ابن المشرد ولا ابن ما من حد حد اسمعني اقول يا مش عارف فيا باسم الاوسي والخزرج باسمي أبنائي يثرب يا سيد الرئيس ودي اسمعني يا عجل شهر ربي خدمنا شو مهد طب معطي ينعمل بيهم بتهكي الرئيس يا ودي ما وجه العربية ما تخدم عشكاك ما تخدم باسمي باسمي وباسم الاتحاد مش يسكتب باسمي وباسم الاتحاد الذي أمثله يا ودي ركعتين مع جيش الاتحاد روقي في حب الاتحاد غير يضحك ونشوفهم برا شنو؟ طول كيف الاتحاد القايد وتحب تخدم؟ مو مثل الاتحاد ما هو الاتحاد ما تمسخت على راسك، انت تمثل روحك طول الاتحاد ميظلة يا سيد ما نتكوا عليه ميظلة ميظلة تمسخت على راسك إذا بعد عشان يمك ميظلة قدك شبوهيلي قدك شبوهيلي عاد خدمك الاتحاد هاي خدمك فيها تبيعهم واصحابهم وكذا كفتوا لكش فيك انت شو بدك تخرج طول شو بدك تخرج طول؟ انا ممثل المعطلين يا ولدي اسمعني راك قايد تعين توقف قدامه وتجبد الاتحاد مش يشدك في الفسير ودوسيه الفسير مش نخرج المغادي وهني ما صورنا حد شيء ما صورنا حد شيء والناس اللي بعثتنا في كرومتك هي مالك باش عملنا انا وكي يقول لك يا ولدي هو مش يجبد على الفسير مش يجبد على الحل انت بدي الموضوع يجبد على الميزانية زاد انت تشوف كيفاش تتصرف شو نقول لك الميزانية يا سيدي ما عندناش هو نهباها ما مش يجبد لك زاد نهباها الميزانية اسمعني نقول من طول إذا جبت على الميزانية خليني إيه ما هو الواحد يقرأ حسابه كل شيء من اللعب يعني ما يجوز يقول له إذا جبت لك الميزانية معناها شو فت الميزانية خليها عندي يين أنا كيفاش نجاوب نين نجيبها نصنية في الميزانية نين نجيبها نصنية شو تقول لك ما عندناش فلوس الميزانية نهباها نسرقها يا ودي ما نقول لك الفلوس نتاعك المسؤولين المتجمدين والمسؤولين المكسرين نتاع أكل موتى اللي ميتين وياخذوا شهريات وكل التفرغ للعمل النقابي هذيك الفلوس هذيك نتاعهم على الاقل يعطينا حتى ربع شهري صحيح ولا والله ان شاء الله والله امنيتي امنيتي ناخذ حتى ربيع شهريه بقى ان شاء الله كهب على 50 ما عندناش حق قهوه يا رسول الله اسمع هو تو مش لازم يفهم الوضعيه بتاع المعطلين بالبلاد انا تو نحكي له على الكام تاعي ناخذ الكام تاعي كاكزومبل شنو الكام تاعي تو نحكي له على روحي على الوضعيه نتاعي هاك فهمتني انت بتحكي لي على روحك ايه هذا خطا احنا هذا اللي بعثينا للناس كلك معنا معطينا عمل كلك بعثينا الكام تاعي شبيه الكام تاعي انت ايش فيك راني اكثر واحد بطال فيك من الذين طالت بطالتهم انا كان انت من الذين طالت بطالتهم ني من الذين طالت بطالتهم نتكلم على روحي خير يا ريت زوالي فيكم زاده يا اخوي انت زوالي ولا مين زوالي يقولوا في علم هكا ربي ها سيدي باهي تو نجدوا له ما تحب نحكوا على المجموعه اي نحكوا على الناس الكل اي في سياق الحديث تو نعرف كيفاش تصرف تو نعرف كيفاش تصرف شو هذا الوزير الدكتور اسمع كلمه واحده ما تدخل هاي الحكايه معك باهي خليك تتكلم لي وميدي جا هذه الهديه بيناك هذه الهديه اي هي هديه شنو الهديه ساهله باش تزدها لي هديه هات خلوك تدخل بها شو فيك انا ساهله ثم ماكينه غادي تزمر تزمر كل شيء تعرف الماكينه المعادن تزمر على الذهب كل شيء هاك تزمر على المعادن على الذهب عندي الذهب لي عندي تخطى على راسك لي لي انت معادن تخزر لي ما انا رئيس اش باش تهدي لي مش اش عندك ما تهدي لي اللي يحب يهز لي عظمة عربي عظمة هاي عظمة عربي انت اش بيك بهلو ولا والله ما كسر في قباي كسر على راسك العظم كسر على راسك مش هز رئيس عظم يا ودي نهز لي عظمة على الاقل يقعد متذكرني لا مش تذكرك بعظمة هاي واخدي ما شفتش المره اللي فاتت اهدى له عظمه قعد متذكر ومشي وما عليه نرجع له يا ولدي ياسي كيفاش انت تهدي له عظمه الرئيس اهدوا له حاجه في المستوى تعرف يا نيم حضر لك قصيده نيم حضر لك قصيده ما يحب العربي فصحى باش الجد شكون حطيها انت طبهاش تعملها مش عندك فيا نيم حضرها لك قصيده هاي حضرها لك اسمعني راه مستقبل الناس وراه ما تلعبش به انا نلعب تسخبني نلعب شد عندك نوقف لها قبولة يا ناصر المزمرين يا منجد العاطلين والمحتحتين زيدة يا بابا يا غالي يا حنين قيس السعيد
حبيب الملايين. ايه زيد اسمع يخشين باهي يخشين والله باهي قيس سعيد يخشين يا حنين براس تونس براس ميتك براس بيك ما تحرمناش من قانون 38 امين جاه الفصل 80 امين.